هاي، كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الدلو. راح احاول اشوف فيها الاحوال العاطفية لك يا برج الدلو. راح اشوف عن مشاعر الحبيب نوايا والى ما ستؤول علاقتكما. راح اشوف كذلك بالموازاة مشاعرك انت ونوايك. راح نكشف كذلك حتى عن هل يخبئ شهر ديسمبر للذئب برج الدلو أشخاص جدد بحياتهم أو في قدوم شخص من الماضي. رح نحاول نشوف شو بيطلع لك بالتاروت. وكما عودتكم على أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وفي احتمالية أنه تكون قراءة عكسية. أوكي، حاولوا تشوفوا القراءة التي تناسبكم أكثر. إذا ما حسيتوا أنه هذه القراءة تنطبق عليك، حاول تشوف فيديوهات تانية. ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، تحط لي كومنت، وشكرا لكم. اوكي، عم شوفك يا برج الدلو بهذا الشهر كأنه في شيء تريده بشدة، كنت عم تحلم عليه، كنت بتحلم فيه وكنت تتمنيه بشدة وكنت بدك إياه. أوكي، باللاوعي تبعك دائما هذا الحلم يتردد، وعم شوفك ممكن بتعطي صدقات أو تعطي أو بتعمل شيء خيري من أجل تحقيق هذا الهدف، تحقيق هذا الأمل، تترجى أو في نوع من الدعاء يوميا لكي يتحقق هذا المراد. اوكي، عم شوف كذلك الحبيب يا برج الدلو حاليا ما عم شوف، عم شوفه كانه كان بعلاقه مع شخص اخر، ممكن كان بعلاقه ثلاثيه او عم يخونك يا برج الدلو. عم شوفه حاليا كانه حاسس بخساره، حاسس بخساره كتير قويه، بحس انه ما في استقرار بحياته، كتير تعبين هذا الشخص، بالرغم من انه ببين على انه شخصية ما في مشاكل ما في شيء، وببين على انه حاسس انه يعني ببين انه جيد جدا وما في مشاكل، بس الحقيقة شيء اخر. عم شوفك انت يا برج الدلو، اوكي، ممكن شاغلك كتير موضوع العمل او موضوع هذه الامنية التي تتمناها. اذا كنت بدك شيء او خاصة بالعمل، انا عم شوف الاوضاع ستتحسن لشيء جيد، ممكن يتحقق الشيء الذي تريده، يعني اذا كان بالموضوع العملي. اما انا عم شوف العلاقة، اذا بدك العلاقة عم شوفها لسه ما انتهيت. عم شوف انه العلاقة اذا انتم منفصلين ستعود هذه العلاقة مع بعض، وعم شوف في يعني في صلحة بينك وبينه. كذلك هذا الانسان عم يتذكرك، بده يعني بعت لك مسج اذا كنتم مبتعدين عن بعض. اما اذا كان في خصام يعني هيك على البسيط، يعني عم شوف الاوضاع ستحل ان شاء الله. عم شوف كثير قراءة جيدة. إذا كان في مشاكل بينك وبينه، عم شوف في ندم وفي رجوع، الأشياء اللي ما بتحب في هذا الإنسان. عم شوفك كأنه أوقات بتحسه كأنه شخص منه واضح، أوقات يعني مراوغ، بصيغة المراوغ، أوقات بيجيب لك وجع قلب. ممكن بحب النساء هذا الشخص، اذا كان رجل بحب النساء، بحب انه غير، ممكن هذا سبب الالم. اوكي، حتى بالاشياء الايجابية ممكن هذا الانسان بيجيب لك سعادة، بالرغم من انه يؤلمك بكتير من يعني من المواقف اللي عشت معه، بس هذا الانسان كل ما دغري ما تشوف فيه وتحكي معه بيجيب لك سعادة عارمة. اوكي، اما هو عم شوفه ما بحب فيك صيغة انه اوقات بتكون شخصية متحكمة، شخصية عصبية، اوقات انت بتراقب على السوشيال ميديا وبتبحث باشياء، هو ما بحب هيك ابدا، بحب انه تكون غير هذا الشيء.
كلا المتزوجين او ايه بتبحثي بتجيبه، بتشوفي اذا بيخونك، اذا في كتير من هذه الاشياء. اما الاشياء الايجابية بشوفك على انه انت شخص تحملت معه الكثير، بالرغم من انه هو بحس حاله شخصية صلبة وشخصية صعبة، بشوفك على انه انت تحملت معه الكثير. للبعض منكم ممكن اذا كنتوا نساء عم يشوفكم الرجل على انه احسن شيء عملتي معه، خاصة المتزوجين، انه حملت منه، انه جبتي اولاد منه. اوكي، وكذلك ممكن تحمل طباعه القاسي، نواياك انت معه، نواياك انه تكملوا مع بعض بالرغم من صعوبة الطريق، وممكن حتى من انه العلاقة شفتها او ايه عم تشوفها يا برج الدلو ما عندها حتى نهاية، ما عندها، ممكن شخص مش ميسور ماديا، اوضاعه المادية ليست بالجيدة، عنده مشاكل كتيرة، عم تشوف عنه هذه العلاقة لن تكلل بالزواج او طريق طويل، بس بدك تكمل معه هذا الطريق الى ان يعني تفرج ان شاء الله. بس هو كذلك عم ينوي انه تكملوا مع بعض. هذا الانسان بده اياك كتير وبشدة، وهذا الانسان يعني بده انه اليوم بعد يعني قبل بكرة يكون معك، بده يكون مستقر ومرتاح. يعني هو ندمان على اذا كانت العلاقة ليست بالجيدة، او كان خانك، او كان عمل اي شيء مش جيد لإلك، هو كتير ندمان. عم شوف حتى يعني مستقبل العلاقة جيد، في بداية جديدة. اذا كنتوا كانت العلاقة بالسابق ليست بالجيدة، فانا عم شوف في بداية جديدة رح تنشؤوها مع بعض، رح تلاقوا حال لبعض ورح تتجدد العلاقة. اذا كانت العلاقة سيئة انا عم شوف في تحسن لهذه العلاقة. اما بالنسبة للعزاب، قبل ما انتقل للعزاب رح احكي عن الطاقات اللي بتطلع عندي. عم شوف برج الحوت، كذلك برج الحمال، هيدي طاقات اللي بتطلع عندي بهذه القراءة. بس في كل شيء، في الأبراج المائية والترابية والنارية والهوائية، كل الأبراج طالعة عندي بهذه القراءة. بس أنا حكيت عن الحوت والحمال. أوكي، كذلك. أما بالنسبة يعني للعزاب، هل في شخص جديد بحياتهم؟ ما عم شوف أبدا، عم شوفهم عم يهتموا أو عندهم كأنه حصل لهم صدمة من الماضي، يعني شيء لم يتوقعوه حصل لهم، وما بيفكروا بالعلاقة أبدا، عم يفكروا بالعمل على مشاريعهم الخاصة، على أهدافهم الخاصة، ما عم يفكروا أبدا بأي علاقة. ممكن واخدين قرار على أنه هذه العلاقات، يعني ما شفت من العلاقات إلا الألم إلا الجرح، ما بدي علاقة بهذا الوقت الحالي، وما بدي أدخل بعلاقة بهذا الوقت. أوكي، هذا كل شيء أنا عم شوفه للعزيب وحتى للناس المرتبطين أو المنفصلين. وأنا رح أخذ نصيحة لكم يا برج الدلو. اوكي، هذا الورق بنصحك انه تلاحظ اي شيء بالحياة، اي شيء بالطريق. ممكن تشوف رسالة بالطريق وتقرأها، مثلا ورقة بالطريق وتقرأها وتشوف هذا السيمبول، انه دلالة على انه ما هي الطرق التي يجب عليك تتبعها. ممكن تشوف انسان قال لك كلمة وشفت هالكلمة اجت بالوقت التي كنت تفكر، بس يعني عندك سؤال بدماغك وعم تفكر فيه، واجا حدا بالطريق ما يعني وقال لك كلمة سمعتها بودانك، كأنه هيدا كلمة سترشدك الى الطريق. لازم تنتبه للاشياء المحيطة بالحياة، تشوف اشياء مثلا ستنير لك الطريق. ممكن اذا انت حاليا
بوقف مع النفس، وبدك تكمل مشروع، تكمل شيء تتمناه بشدة يا برج الدلو، أنا عم أنصحك إنه تحاول تكون كتير إنسان يعني تكون إنسان مستمع لإشارات بالحياة، أوكي؟ كمان هون بقول لك إنه لازم تعمل مكان أو تروح على مكان مقدس لتتكلم مع ربك، أوكي؟ ممكن تروح على مسجد، على كنيسة، ممكن تروح على مكان أنت بتصلي فيه، تعبد الله، تاخذ وقت مع نفسك يعني تطلب الشيء الذي تريده من ربك. أنا صراحة بالأول أو بطاقتك يا برج الدلو طلعت عندي في كتير رغبات عم تتمناها. كمان هون بقول لك حاول تسأل الناس اللي عم تشوفهم كبار بالعمر، عندهم حكمة، ممكن يعطيك طريقة للشفاء، طريقة للنجاح، ممكن عندهم كلمات أو أشياء، عندهم خبرات بالحياة كتير كبيرة لتكتشف الطريق، إذا كانت بالعلاقة، إذا كانت بحياتك، إذا كانت بمشروع، إذا كانت بأي شيء بدك إياه. حاول إنه تسأل الناس الكبار اللي عندهم تجارب بالحياة، تنتبه لإشارات الحياة، من أسئلة، من كلام، من كتير أشياء، وحتى تخصص وقت للعبادة ولا تقربك من الله، أوكي؟ هذا كل شيء عم يطلع لي برج الدلو لطاقتك، وبتمنى إنه يعني تكونوا بخير، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.